النقاط التي تم التفاهم عليها في هذه المفاوضات بلغت 27 عنوانا، وقد دونها كل من الطرفين في ورقة هي عبارة عن محضر بالعناوين التي جرى التوافق عليها، وهي: في السياسة عدم طرح أي موضوع لا توافق عليه بين الطرفين أي الطائف، الالتزام المطلق بالإجماع العربي، اعتبار العلاقة مع المملكة العربية السعودية أولوية، وعدم الوقوف على الحياد بينها وبين إيران، الالتزام بكل قرارات الشرعية الدولية بما فيها المحكمة الدولية، ناهيك عن رفض أي عمل يقوم به حزب الله خارج حدود الدولة اللبنانية لأي ذريعة كانت، بدءا برفض تدخله في سوريا. لا علاقة رسمية بين لبنان والنظام السوري. وضع الاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار الوطني وحكومة وحدة وطنية من 24 وزيرا، بالإضافة إلى إجراء الانتخابات وفقا لقانون انتخاب جديد أو القانون المعمول به في حال تعذر ذلك، واعتماد البيان الوزاري الذي اعتمدته حكومة تمام سلام مع إضافة فقرة عن الإرهاب. كما تضمن المحضر الذي يكشف النقاب عنه للمرة الأولى أكثر من 10 عناوين اقتصادية وإدارية وأمنية، مثل الإبقاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعيين قائد جديد للجيش بالتوافق بين الطرفين وملء المناصب الإدارية الشاغرة، بالإضافة إلى أقرار الموازنة العامة ومكافحة الفساد وإعادة تطوير البنى التحتية واعتماد المحارق للنفايات وإعادة الكهرباء 24/24 ساعة من دون التطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى موضوع البواخر. هذا التفاهم هلا أنا ما بقبل سميه حتى تسوية، لأنه بيفهم منه صفقة، وبينت الأيام أنه ما كان في صفقة لا بالبزنس ولا بالمشاريع، وكان في تفاهم على شغلة أساسية، أنه أنت الأقوى عند السنة أنا أقوى عند المسيحيين، أنت رئيس جمهورية أنا رئيس حكومة، طالما المعادلة هيك. وسعد الحريري تجدد له برئاسة الحكومة لأنه ربح انتخابات، مش لأنه التسوية بس، لأنه ربح انتخابات، من الطبيعي أنه هو يكون. وما تنسى أول سنة شو نعمل فيه أصلاً، هاي التفاهم 20 سنة، وصار الانقلاب عليه بعد سنة بتشرين 2017. فبهي السنة تحرر الجرود من داعش، انشغل قانون الانتخاب، انطلق عملت مراسيم النفط وانطلقت المناقصة، عملت موازنة لأول مرة بعد سنين. فهيدي أزعجت جوا وبرا وبمحل حمية لبنان.